كأس السوبر المصري الجديد اللي هيشارك لأول مرة بأربع أندية، أربع أندية هتشارك. وبصراحة ده قرار لازم ندعمه، قرار محترم بيدي فرصة إن أنت تلعب البطولة بمشاركة أربع أندية مش اتنين كالعادة، وتطور حقيقي بقى. هذا هو التطوير، إنك تزود عدد الفرق، تحط جوائز مالية ضخمة، منها حصول البطل طبعا أكيد على 250 ألف دولار. فأنت بتقول للكل إحنا عندنا بطولة كبيرة بتخلي الكل يتابعها، وفي نفس الوقت أنت بتحافظ على تاريخ بطولاته. دي أهم بطولات المنطقة. امبارح كانت حفلة تأسيس بطولة كأس السوبر في ثوبها الجديد، حفل كتير رائع جدا، حضور مميز قوي، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة ونشوف منافسة حقيقية حقيقي بين أربع فرق قوية في دوري يمكن مصغر على رابع بطولة كبرى في مصر بعد الدوري وكاس مصر وكاس الرابطة. هنشوف التقرير وإيه اللي حصل في حفل إعلان البطولة دي ونرجع تاني. الناس بتطور وبتجدد، كل العالم بيطور وبيجدد. لاحظ ان كمان الاوروبيين الفرق الكبيره كلها بتروح الفار ايست او بتروح امريكا الشماليه، لان في خلاص ما بقاش كفايه انك تبقى عندك شعبيه في حدود الدوله بتاعتك. الشعبيه بقت لازم تبقى اقليميه، لازم تبقى قاريه، لمزيد من الرعاه ومزيد من الدعايه ومزيد ومزيد. الاهلي مرشح، لكن بيراميدز فريق قوي جدا وعنده يعني سكواد هايل. يعني ده تطوير للبطوله وتطوير للبطوله جديده، التنافس راح يكون فيها مختلف، راح يكون على مستوى عالي، راح تكون الاثاره مختلفه عن انك تقيم مباراه واحده. لا، دلوقتي اربع فرق راح تشارك، فنتوقع زخم جماهيري واعلامي راح يكون كبير للبطولة دي. كرة القدم المصرية عندها ريادة في المنطقة، وبالتالي لابد أن تقدم أفكار جديدة. اليوم السوبر الوحيد، أعتقد أن الوحيد اللي في أول سوبر أعلن أنه بيكون أربع فرق، السوبر المصري في الوطن العربي كامل. بس أنا متأكد أن في اتحادات كثيرة راح تحذوها الحذو هذا وراح تأخذ الخطوة هذه. فاليوم في مسؤولية كبيرة على الفرق لإنجاح البطولة. ده استثمار لفترة النجاح اللي فاتت، الست سنوات اللي فاتوا كنا بنلعب مباراة واحدة وكانت ناجحة نجاح باهر. فدي ده استثمار لهذا النجاح، ان احنا بشكل مختلف، ان احنا بدل ما هي مباراة واحدة يبقى اسبوع رياضي في اربع مباريات الجمهور يستمتع بيها، منافسة جديدة ما بين الأبطال الأربعة اللي بتنتجهم البطولات المصرية. فده يعني أنا شايف إن ده تطور طبيعي لنجاحات السابقة للمسابقة، لنفس المسابقة السنين السابقة. كويسة جدا إن أنت تلعب دوري سوبر رباعي، حاجة كويسة جدا وحاجة مميزة وحاجة جديدة أنت بتجربها، وزي ما قلت لك بتزود الشعبية الجماهيرية في ككرة مصرية بره في الدول العربية. أنت عندك جاليات كبيرة جدا في الدول العربية، سواء الإمارات أو السعودية أو قطر أو الكويت أو يعني فلما بتروح لهم هناك بتوديهم بتوري لهم المنتج بتاعك هناك، فدي حاجة كويسة جدا. وبنشكر الحقيقة مجلس أبو ظبي الرياضي اللي مش أول مرة، لا كذا مرة مع الاتحاد الكورة ومع الإخوة ومع شركة استادات وشركة المتحدة بيعملوا حاجات مهمة جدا، وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة ويبقى سوبر رائع بإذن الله. حفل كان كبير وضخم الحقيقة، وضم ضيوف من الإمارات الشقيقة، وليه ما نشوفش فعلا كده منافسة قوية.